كده كده اكيد اكيد. فيما يخص ولاية الشلف يعني تمتاز بسدين يعني كبيرين، هما سد الكريمية يعني سد واد الرضار، وكذلك سد سيدي يعقوب. نسبة الامتلاء يعني اللي تحصلنا عليها هي 2 مليون بالنسبة لسد واد الرضار، وتقريبا أكثر من 500,000 يعني في سد سيدي يعقوب. وحنا نتفائلوا خير، لان يعني هذه الكميه هذه ان شاء الله يعني، ونتفائلوا يعني بتساقطات اخرى للكميه هذه ان شاء الله يعني يستفادوا منها يعني الفلاحين، خاصه سد واد الرضار يعني اللي هو يعني مستعمل للسقي الفلاحي.